الرئيس السيسي يدعو إلى مواصلة الجهود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء. والجيش السوداني يؤكد أن ميليشيا الرد السريع لم تلتزم بالهدنة وتروع المواطنين بالخرطوم. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، نستهل هذه النشرة مع الزميلة هاجر سليمان. إليك هاجر. شكرا لك حور، ومشاهدينا تحية طيبة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وخلال الاحتفالية كرم الرئيس السيسي الفائزين في المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية. وفي كلمته توجه الرئيس السيسي بخالص التقدير والتهاني للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، كما توجه بالتحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والأئمة والدعاة والقراء، معربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم بالتحية وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، ومصر والأمتان العربية والإسلامية في أمان وسلام. واسمحوا لي أيضا أن أنا أتقدم بالتهنئة لأشقائنا المسيحيين، كل عام وأنتم بخير وأمان وسلام. كما أود أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء وأهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله من مصر وجميع دول العالم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون القرآن الكريم رفيقاً لهم في وجدانهم وسلوكهم الطيب بما يحقق المقصد الأسمى من قراءته وفهمه وتطبره والعمل بقيمه العظيمة. وتوجه بالتحية أيضاً إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الأئمة والدعاة والقراء، معربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار. كما أكد الرئيس السيسي أن ليلة القدر تمثل مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام وطال جميع أركان الدنيا ومس جميع مناحي الحياة، مشيرا إلى أنه تغيير هائل وجذري كان عماده العمل الصالح المخلص النية لله ورسوله والانطلاق نحو الجد والاجتهاد. الحضور الكريم، إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل بأن أنزل فيها القرآن لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام وليلة الرحمة والنور والهدى. إن هذه الليلة العظيمة تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام وطال جميع أركان الدنيا ومس جميع مناحي الحياة. تغيير هائل جذري كان عماده العمل الصالح المخلص النية لله ورسوله والانطلاق نحو الجد والاجتهاد بعزيمة لا تلين وإصرار على تعمير الأرض
والصبر على المكاره والتحمل في سبيل تحقيق الأهداف السامية. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن طريق العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله عز وجل. إن هذا الطريق، طريق العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن، هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله سبحانه وتعالى وفي قدرات شعبنا العظيم وإمكاناته، وفي إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان. شعب مصر العظيم، ختاما وفي هذه الأيام المباركة، ندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بعنايته ورحمته. نرجوه سبحانه وتعالى أن يهدي الإنسانية للرشد والتعقل في جميع أمورها، وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد، ويحيطنا بنفحات من حكمته ونوره لتعيننا على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه، ويحقق أمال شعوبنا في المستقبل الأفضل. أشكركم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير، ومصر والعالم العربي والإسلامي والعالم كله في أمن وأمان.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، مؤكدا موقف مصر الثابت في عدم التدخل في شؤون الدول. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء. وأعلن الرئيس السيسي أن مصر تواصل اتصالاتها لتأكيد أمن القوات المصرية بالسودان، مؤكدا أن القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط بموجب بروتوكول مع الجيش السوداني. يعني مصر كانت دائما حريصة أن هي خلال يعني سياستها الخارجية خلال السنين اللي فاتت كلها يكون دائما عنصر متوازن ومعتدل جدا في إدارة سياستها مع القدم المتأخر. ولو شفت حتى خلال يعني الشهور اللي فاتت في الأوضاع اللي كانت موجودة في الضفة ومسجد الأقصى والقطاع، كان دائما مصر بتقوم بدور إيجابي جدا ويهدف إلى الحفاظ على التهدئة وعدم تصعيد الموقف. ما يحدث في السودان يعني بنوصف لينا واللي ممكن تكون بيسمعنا دلوقتي ان هو موقف داخلي شأن داخلي للسودان، ولا ينبغي ابدا ان يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيل ويعني اسراع الطور فيه بشكل يعني مش مناسب لا لدولة السودان ولا حتى المنطقة هناك. وعشان كده احنا كان لنا موقف برضه بقوله تاني من ثوابتنا ان احنا لا نتدخل في شؤون الدول، لان احنا بنعتبر ان كل دوله لها خصوصيتها في اداره سياستها الداخليه واوضاعها الداخليه. وبالتالي ان ما كانش تعاملنا مع هذه الدول يهدف الى البناء والتنميه والتعمير بعيدا عن التدخل في شؤون هذه الدول، اللي انا باكده النهارده ان برضه ما زال هذا هو موقفنا الثابت الذي لا يتغير، عدم التدخل في شؤون الدول. إن كان في دور نعمله زي دور وساطة، زي دور لعب دور إيجابي في الموقف لإحداث هدوء، لاستعادة أمن وسلام، لاستعادة استقرار بين الفرقاء في دولة السودان أو في غيرها، ده الدور اللي إحنا ممكن مستعدين نلعبه. ويمكن أنتم شفتوا إن خلال يعني الأيام القليلة اللي الثلاث أربع أيام اللي فاتوا كان لينا اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة، ووجهنا نداء بأهمية يعني استعادة الهدوء والجلوس إلى مائدة الحوار بين يعني الأشقاء في دولة السودان سواء كان الجيش السوداني أو قوة الدعم السريع. مش من مصلحة السودان أبدا ولا استقرارها إن يبقى فيه اقتتال داخلي بين الفرقاء. يعني ومهم قوي يعني الجلوس على مائدة المفاوضات والحديث، ويبقى ممكن قوي كل حاجة تطرح على يعني على مائدة التفاوض والوصول بها إلى إجراء يجنب السودان مزيد من التضخم. إحنا شفنا إن خلال السنين اللي فاتت في دول تانية لما غاب الحوار وكان صوت السلاح هو اللي يعني اللي كان موجود، إن الدول دي ما استقرتش ودفعت تكلفة كبيرة جدا جدا من أمنها وسلامتها واقتصادها، وفقدت وقت ثمين جدا جدا كان ممكن يتم يعني استثماره في البناء والتنمية والتعمير. وبالتالي احنا بنسجل هنا بنأكد هنا ان احنا في مصر لا نتدخل أبدا، وده كلام سابق ما اتغيرش في شؤون الدول، لأن احنا بنعتبر ان التدخل إن ما كانش إيجابي فهو تدخل مش لمصلحة العلاقات ولا مصلحة الدولة دي. والتاريخ دايما هيسجل لينا المواقف دي، لو كانت مواقف سلبية هيسجلها لينا، ولو كانت مواقف إيجابية هيسجلها لينا. واحنا حريصين على ان احنا يعني يبقى دايما السياسة المصرية سياسة الموت تتسم بالتوازن والاعتدال. ده فيما يخص تطورات الأوضاع. لو ليا نداء أقول، وأنا قلت الكلام ده مع رئيس التقرير وقلت له احنا مستعدين مع بعض نلعب دور وساطه مع اشقائنا في السودان وصولا الى الهدنه ووصولا الى التفاوض بين الاشقاء، وما زال هذا الامر قائم وبنجري والاتصالات لا تنتهي
لا بالجيش السوداني ولا قوة التدخل السريع. احنا على اتصال مستمر بيهم من اجل يعني حثهم، من اجل تشجيعهم على ايقاف اطلاق النيران وحقن دماء السودانيين وصولا الى تفاوض يؤدي الى استعاده الاستقرار مره ثانيه. دي نقطه. النقطه الثانيه مهمه قوي برضه ان انا اقولها دلوقتي، ان يمكن من ضمن الاتصالات المكثفه اللي احنا بنعملها هو التاكيد على امن وسلامه عناصرنا اللي موجوده في السودان. العناصر دي كانت موجوده طبقا للبروتوكول بيننا وبين الدوله السودانيه للتدريب المشترك، وده امر مهم قوي ان احنا يبقى واضح لينا كلنا، مش كده احنا كعسكريين، لا واضح لينا احنا كدوله ان الناس تبقى فاهمه ان الناس كانت موجوده هناك ليه. ابدا وده مهم ان انا اكد، ابدا مش لصالح تقليب حد على حد او دعم حد على حد، لا ده كلام مش مظبوط. انا باكده ليكم وانتم عارفينه، لكن باكده ليكم وباكده اللي ممكن يكون عايزين ممكن يسمعنا، لا قواتنا ما كانتش موجوده هناك، وهي قوى رمزيه للتدريب مع الاشقاء في السودان فقط، وليس ابدا ابدا ان هي تدعم حد ضد حد. فاحنا برضو يبقى احنا بنكثف اتصالاتنا مع اشقائنا في السودان وصولا الى وقف اطلاق النيران الانذار او الهدنه من القوات المتصارعه يعني او المتقاتله، ثم التفاوض من اجل الوصول الى حل من هذه الازمه في اسرع وقت ممكن، حقنا لدماء السودان وحقنا لمزيد من التدهور وعدم الاستقرار في السودان. النقطه الثانيه برضو احنا بنفس المستوى اتصالاتنا من اجل التاكيد على امن وسلامه هذه العناصر المصريه الموجوده هناك في السودان، وذلك سمعتم يمكن خلال تصريحين ثلاثه اللي قالهم قائد قوه الدعم السريع اللي هو يعني هو القوات دي في امن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصيه، وده امر يعني تم تاكيد لنا حتى في من خلال اتصالاتنا المختلفه، ونتمنى ان احنا نستعيد هذه القوات في اسرع وقت ممكن. انا حبيت بس ابدا كلامي لكم زي ما قلت كده باستعراض ملخص عن الموقف في المنطقه بمناسبه انعقاد المجلس وبمناسبه اعياد 25 ابريل، وكل سنه وانتم طيبين لهذه الايام الكريمه والعيد على الباب، وربنا سبحانه وتعالى يعني يحيط المنطقه بالامن والسلام وتستعيد منطقتنا الاستقرار اللي احنا اللي تستحقه شعوبها. شكرا جزيلا. تحركات مصرية سريعة لنزع فتيل الأزمة في السودان من خلال جهود وساطة مع العديد من الأطراف، هذا فضلا عن مبادرة مشتركة مع جنوب السودان للوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق. المزيد في سياق التقرير التالي. انطلاقا من إيمان راسخ بوحدة المصير لأبناء وادي النيل، تظل مصر دوما حريصة على تحقيق الاستقرار في السودان الشقيق الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس. ومن أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة جاءت مبادرة الوساطة المصرية الجنوب سودانية، وذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس السيسي من رئيس جنوب السودان سلفا كير، واللذين وجها نداء للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني. وأكد الرئيس السيسي وسلفا كير خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، كما شدد على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي وتحقيق البناء والتنمية في السودان. وفي هذا السياق أعرب الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان، مؤكدا خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، ومطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني. من جانبه
أكد سكرتير عام الأمم المتحدة حرصه على التواصل مع الرئيس السيسي في ظل الدور الفاعل والمحوري لمصر في صون الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بدعم المسار الانتقالي في السودان، داعيا كافة الأطراف السودانية إلى وقف الأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة، ومشيرا إلى أن تصعيد القتال سيخلف آثارا كارثية على المدنيين ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في السودان. وفي سياق التحركات المصرية لحل الأزمة، جاءت أيضا المبادرة المصرية السعودية بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والاتصالات والمشاورات التي تطلع بها مصر حاليا مع الأطراف المعنية داخل السودان وخارجه من أجل تحقيق هذا الهدف. ولطالما تؤكد مصر على أنها لن تعلو جهداً في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لحل الأزمة، مشددة على ضرورة عدم استغلال أي طرف خارجي للتطورات الجارية في السودان من خلال القيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضي وبما يؤثر على أمن واستقرار وسلامة الشعب السوداني. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، تناول تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، كما اتفق الجانبان على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا وضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة. عبر عدد من المواطنين المصريين عن دعمهم للسودان الشقيق في الظروف التي يمر بها، داعين للحفاظ على وحدتهم. وفي تصريحات لإكسترا نيوز، أشاد المواطنون بالجهود التي تقوم بها مصر للحفاظ على أمن وسلامة السودان وشعبه. حابب أوصل رسالة للشعب السوداني الشقيق إن إحنا طبعاً أخوات، وما يصيبهم يصيبنا، يعني وإحنا إيد واحدة مع بعض طول التاريخ. فأتمنى انتهاء الأزمة السودانية في أسرع وقت، لأن وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما معودنا دايما ان هو بيمد يد المعونة لجميع الدول، فهو طبعا قام بعمل مكالمات سريعة لوقف القتال في السودان منعا لحدوث أي حرب أهلية. بندعم الشعب السوداني في وحدة الشعب والصف الواحد، وإحنا ما نتمناش أن يحصل حرب أهلية في السودان، ونتمنى يغلب صوت العقل والضمير على المتناحرين في الشعب هناك في السودان، ويرجعوا لطاولة المفاوضات ويكون الحل بالحكمة، وعشان إحنا ما نتمناش كشعب مصري أي ضرر للشعب السوداني الشقيق. وإحنا عارفين أن القيادة السياسية عندنا في البلد بتتحرك على أعلى المستويات علشان وحدة السودان ووحدة الشعب السوداني الشقيق. هي مش مجرد دولة شقيقة، لا، هي دولة شقيقة في نهر الحياة، نهر النيل. باسمي وباسم كل المصريين أتمنى من كل قلبي أن محنة السودان الفترة دي تزول وتنتهي عن قريب. كل الدعم لإخواتنا في السودان، إحنا معاكم وإيد واحدة. كل الدعم للشعب السوداني، إن شاء الله شدة وتزول، لأن إحنا شعب واحد وبربطنا نهر النيل وتاريخ واحد. مصر والسودان طول عمرهم شعب واحد ووطن واحد، احنا حتى بنجتمع على نهر نيل واحد، ما فيش اي حاجه بتفصلنا طول عمرنا، والشعب السوداني كاننا وطن واحد. في طبعا سودانيين كتير متواجدين في مصر عايشين معانا، بيتفاعلوا معانا، العادات شبه بعضها، واي حاجه بتحصل في السودان بتاثر على مصر، اي حاجه في مصر بتحصل بتاثر على السودان.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الهدنة الإنسانية التي أعلن عن سريانها لمدة 24 ساعة ضرورية وتمثل خطوة هامة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أعرب أبو الغيط عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار وفي البناء على هذه الخطوة وتمديد الهدنة الإنسانية. قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن الموقف العام مستقر على منشآت محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار. وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أنه تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية، وافقت عليها القوات المسلحة إلا أن ميليشيا الرد السريع لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم بمحيط القيادة والمطار. كما أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بهروب عناصر ميليشيا الدعم السريع من مطار مروي ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة، مما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبيدهم خسائر فادحة. كما أوضحت القوات المسلحة السودانية أن ميليشيا الدعم السريع قاموا بأعمال حرق بسوق الخرطوم وترويع المواطنين بمناطق متفرقة داخل وخارج العاصمة، وعمل ارتكازات في عدة مناطق للنهب، مؤكدة أن القوات المسلحة تصدت لمحاولة اقتحام فاشل غرب الأبيض، وكبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر فادحة. أعلنت وزارة الصحة السودانية أن القطاع الصحي في الخرطوم واجه انهيارا بسبب تضاؤل إمدادات الطاقة، مضيفة أن مستشفيات البلاد تعاني نقصا حادا في أكياس الدم، ودعت وزارة الصحة السودانية إلى إيجاد حل مستدام لنقص إمدادات الطاقة في المرافق الصحية، لافتة إلى أن المستشفيات في الخرطوم بحاجة لاستدامة عمل المولدات الاحتياطية. جددت الأمم المتحدة دعوتها لحماية المدنيين والامتناع عن استهداف المدارس والمرافق الطبية في خضم استمرار القتال بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في الخرطوم. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الأطراف كافة إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم وجميع العاملين في المجال الإنساني. قال البيت الأبيض إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعمليات إجلاء من السودان برعاية الحكومة الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه يتعين على الأمريكيين الموجودين في السودان التحصن بمكان آمن بالتزامن مع إطلاق النار بكثافة في العاصمة السودانية الخرطوم. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد مدبولي مواصلة الجهود للعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جدد للسوق المصرية وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثماراتهم وضخ المزيد منها خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال الدور المهم لصندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثماري للدولة وبما يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية. وقد تم خلال الاجتماع التأكيد مجددا على أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص،
واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فاعلة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق خلال فترة العيد. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، وجه مدبولي بالتعامل بحسم مع أي تعد على الأراضي الزراعية أو مخالفة بناء خلال الإجازة. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها ومتابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسؤوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا، باذلين من أجله كل غال ونفيس لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة. كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة. عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، كما تم التواصل مع مديري الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، حيث استعرض محاور الخطط الأمنية على كل الأصعدة والمستويات. المزيد في سياق هذا التقرير. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، كما تم التواصل مع جميع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه في شأن حماية أمن وسلامة المواطنين. قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلونها في شتى مجالات العمل الأمني، وهو ما أسفر عن تحقيق النجاحات والإنجازات وحالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وتابع سيادته مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، ووجه إلى مواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الاستقرار ويؤكد على الوجه الحضاري للبلاد. كما شدد على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمني المكثف للقوات لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. وأشار الوزير إلى أهمية المظهر الانضباطي للقوات والمركبات
بما يعكس الأداء الأمني المتميز للشرطة. ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية. وأكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية وإبراز مظاهر القوة واليقظة والجدية، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ مهام ومسؤوليات الرسالة الأمنية التي تطلع بها وزارة الداخلية. وفي تونس أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تخوض حرب تحرير من أجل فرض سيادتها الكاملة. وأضاف الرئيس التونسي خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي، أضاف أن تونس تخوض الحرب دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب مؤسساتها، مضيفا أن الواجب المقدس خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس هو الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع. أن واجبكم كواجبنا هو الحفاظ على الدولة ومؤسساتها. المحافظة على الدولة ضد الذين أرادوا إسقاطها، والمحافظة على مؤسساتها. وحاولوا كما تعلمون يائسين، حاولوا تفجيرها من الداخل حتى تتحول إلى مجموعة من المقاطعات، ذلك دأبهم وديدنهم، وما لا مكان لهؤلاء في ظل دولة تقوم على القانون. نحن نطبق القانون، نطبق كل قواعده وكل الإجراءات التي نص عليها. لا نريد أن يظلم أحد، ولكن لن نترك الدولة التونسية فريسة لهؤلاء يعبثوا بها هؤلاء كما يشاءون وكما يريدون. أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن كييف فقدت 44% من التوليد النووي للطاقة بسبب الضربات الروسية. وذكرت الوزارة أن روسيا نفذت 33 هجوما مكثفا على منشآت البنية التحتية للطاقة، وتم تسجيل ما يقرب من 270 إصابة. ونتيجة لذلك تأثرت 24 منشأة توليد، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار أعمال الإصلاح والترميم في المحطة الفرعية والرئيسية. تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية ومقراتها العسكرية في منطقتي خرسون ولوهانسك في أوكرانيا، وذلك لمتابعة تطورات الوضع الميداني. المزيد في سياق التقرير التالي نتابع. في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة ميدانية مفاجئة على جنوب وشرق أوكرانيا في منطقتي خرسون ولوهانسك اللتين خضعت أجزاء منهما لسيطرة موسكو. الزيارة الميدانية لبوتين جاءت بالتزامن مع احتدام الجبهة الشرقية لبخموت، والتي سقطت بالكامل في أيدي القوات الروسية بعد أن شهدت أطول مدة زمنية من المعارك بين موسكو وكييف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على منطقتين في وسط وشمال غرب المدينة، كما أكدت قيام وحدات المظلات بصد جميع الهجمات الأوكرانية لتأمين عملية التقدم على الأرض. وخلال زيارته لخرسون، حضر بوتين اجتماعا للقيادة العسكرية واستمع خلاله لتقارير من كبار قادة القوات المحمولة جواً ومجموعة الدنبر العسكرية وضباط كبار آخرين حول الوضع في منطقتي خرسون وزابوريجيا اللتين أعلنت موسكو أنهما جزء من روسيا.
وكانت القوات الروسية انسحبت من مدينة خرسون في نوفمبر الماضي، وعززت مواقعها على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو تحسباً لهجوم أوكراني مضاد. كما زار بوتين أيضاً مقر الحرس الوطني في لوهانسك شرق أوكرانيا، والتي ضمتها موسكو العام الماضي، ولم يذكر الكرملين موعد حضور بوتين لاجتماعات. ورغم تواصل القتال والخسارة الوشيكة لبخموت، فقد حققت كييف مكاسب من تلك المعركة صاحبة المدة الزمنية الأطول في الحرب التي دخلت عامها الثاني، متمسكين بالمدينة مع صدهم العديد من الهجمات. حذرت روسيا السفيرة الأمريكية لين تريسي من أن موسكو ستقمع أي محاولة للتحريض على الفتنة في البلاد. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت السفيرة الأمريكية في موسكو على خلفية تصريحات استفزازية لها، مشددة على قمع أي خطوات للجانب الأمريكي تهدف إلى التحريض على الفتنة والعداوة في المجتمع الروسي، وكذلك استخدام البعثة الدبلوماسية للتغطية على أنشطة تخريبية. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الأمم المتحدة أبلغت الولايات المتحدة رسميا بقلقها إزاء تقارير عن تجسس أمريكي على الأمين العام أنطونيو غوتيريش وغيره من كبار المسؤولين التابعين للمنظمة الدولية. وأضاف دوغاريك أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات المنظمة الأممية وحصانتها. اتهم رئيس المكسيكي لوبيز وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بالتجسس على حكومته، وأعلن أوبرادور إنه سيبدأ في عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي لبلاده. أعلنت الصحة الروسية أنه تم تسجيل حالات بمتغير فيروس كورونا المسمى بأوكسيوس في روسيا. وأضافت الصحة الروسية أنه تم إبلاغ المناطق بالمتحور الجديد لفيروس كورونا والتي تم اكتشافه في الهند، وأوضحت أنه أكثر انتشارا لكنه بأعراض خفيفة، وهذا يعني أن المرض الذي يسببه يحدث مضاعفات صحية خفيفة، مضيفة أنه لا حاجة لقيود وبائية. أعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك بالولايات المتحدة أن عددا من الأشخاص أصيبوا وربما يكون هناك محاصرون، وذلك إثر انهيار مبنى مكون من 3 طوابق في مانهاتن، بينما يواصل رجال الإطفاء الوصول إلى الضحايا. ورياضيا مشاهدينا، حيث يقام اليوم الأربعاء 3 مباريات في الجولة 26 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق طلائع الجيش مع ضيفه فيوتشر على استاد جهاز الرياض العسكري، ويحل فريق حرس الحدود ضيفا على البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي، ويستضيف فاركو نظيره غزل المحلة على استاد برج العرب. يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة. المزيد في التقرير التالي. في
في مواجهة من العيار الثقيل يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ في قمة هي الأبرز في ياب الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. مان سيتي تمكن من تحقيق فوز عريض في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الاتحاد قبل أسبوع بثلاثية نظيفة ليضع قدمه في الدور نصف النهائي من الشامبيونز ليج. ويحتاج سيتيزنز إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، كما أن الخسارة بفارق يصل إلى هدفين يضمن لفريق المدرب بيب غوارديولا مقعده في المربع الذهبي لدوري الأبطال. من جانبه فإن بايرن ميونخ في معضلة حقيقية بعد أزمة ليروي ساني وساديو ماني التي حدثت بعد مباراة الذهاب بعد قيام السنغالي بالتعدي على زميله في الفريق البافاري بالضربة. البافاري يحتاج إلى الفوز بفارق 3 أهداف بشكل مبدئي من أجل العودة في النتيجة، وإلى فارق 4 أهداف من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي تشامبيونز ليج. وقبل المواجهة المرتقبة فاز مان سيتي على ضيفه ليستر سيتي ب3 أهداف مقابل هدف وحيد ليعزز تواجده في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، فيما واصل بايرن ميونخ مسلسل نتائجه السلبية بتعثر جديد بعد التعادل في ملعبه مع هوفنهايم بهدف لهدف، ولكنه وصل صدارة الدوري الألماني برصيد 59 نقطة. نظراً للمستوى الكبير الذي يقدمه الفريقان هذا الموسم، يسعى كل منهما لحسم اللقاء ومواصلة مشوارهما نحو لقب الكأس ذات الأذنين. تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على تشيلسي بهدفين دون رد في إياب ربع النهائي. اللاعب البرازيلي رودريجو سجل هدفي ريال في الدقيقتين 58 و80، وكان ريال قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. يستضيف فريق انتر ميلان نظيره بنفيكا اليوم في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وكانت مباراه الذهاب والتي اقيمت في البرتغال قد انتهت بفوز انتر ميلان بهدفين مقابل لا شيء. ويحتاج الانتر الى الفوز او التعادل باي نتيجه او الخساره بفارق هدف من اجل التاهل الى نصف النهائي، بينما يحتاج بنفيكا الى الفوز بفارق هدفين بشكل مبدئي من اجل العوده في النتيجه، والى فارق 3 أهداف من اجل ضمان التاهل الى نصف النهائي التشامبيونز ليج. عن حالة الطقس مشاهدينا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام النشرة مشاهدينا، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس السيسي يدعو إلى مواصلة الجهود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء. الجيش السوداني يؤكد أن ميليشيا الرد السريع لم تلتزم بالهدنة وتروع المواطنين بالخرطوم.
ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميلة حور محمد وأنا هاجر سليمان، في أمان الله.